يا جيفت ايديز، صباح الخير واهلا وسهلا بجودة شويانا يا بسن. بيك ليه. يعني انا سعيده اني فاينلي شفتك، لان انت يمكن في المقابله اللي مرت ما كنت انا موجوده وياك، ولكن قدمتي لي علبه عليها صورتي واحتفظ فيها لين الحين، شكرا جزيلا لك. هلا ايش حاجه. طبعا نحن اليوم مقبلين على شهر الخير والرحمه، شهر رمضان المبارك. كل سنه وانت طيب. انت طيبه يا رب كريم. علينا وعليك يا رب. فطبعا اليوم الابداعات تختلف بحسب المناسبة. طبعاً طبعاً. شو محضرتينا لاستقبال شهر رمضان المبارك؟ طبعاً هو رمضان أصلاً شهر مختلف تماماً، والناس already بيبقى فيه مظاهر كتير، بس بيبقى فيه زينة. إحنا كنا متعودين زمان إن بيبقى زينة في الشوارع وفي التلفزيون، دلوقتي صح. الناس كلها بقت بتفضل إن بيتها كمان يبقى فيه، يغيروا الديكور فيه ويبقى فيه حاجات زينة related لرمضان. فأنا عشان كده حاولت إن أنا يعني شوية إيه انوع، ان يبقى فيه. انا مش عارفه اذا كنتي تعرفي دي الباترن بتاعتنا في رمضان، خياميه معروفه، فانا موجوده تكون في كل مكان في مصر بالظبط، بس غيرت شويه بقى في الترابيزات، ان انا عملت حاجه مختلفه شويه، ما اعرفش هي باينه ولا لا. رمضان كريم حلو حلو. أيوة. وايضا الستايل التقليدي الشعبي اللي موجوده، هي دي بتتفك بتبقى بتري وفي نفس الوقت ترابيز. حلو حلو، عدة استخدامات. ايوه بالظبط. والناس اللي مش حابه، في ناس مش بتحب قوي يبقى حاجه صريحه انها رمضان عشان يقدروا يستعملوها. نعم. في كل الوقت. عملت اهلا وسهلا. يعني انا بحاول انوع شويه، بس برضو مش بعرف اطلع من المصري. التقليد او التقليد المصري اللي انا متعوده عليه. حلو. هنا في برضو فكره ثانيه، دي تري ومعاها المجز والكوسترز وعليها الباترن برضو بتاعت رمضان. الباترن طبعا جاهزة من تصميمك ومن من من يعني اختراعك. بس خلنا شوي نتكلم ايضا عن الخامة. يعني نحن ايضا في بعض الاحيان نخاف ان نغسلها او نغسلها بصابون او بشيء معين على اساس ما نخرب الباترن. حكينا شوي عن جودة هاي الباترن. دي ده خشب طبعا. اوكي. والخشب بيبقى واخد زي كوت، ان هو ممكن لو جه عليه ميه ما بيحصلوش حاجه. حلو. والطباعه نفسها بتبقى نوع من الكانفاس، حاجه زي المشمع. اوكي. برضو لو جالها ميه ما فيش اي حاجه، ما لا ما بتتاثرش. وبالنسبه للعلبه، العلبه طبعا قماش. اوكي. حلو. عاده العلب بتبقى ساده، فقررت ان انا اعمل حاجه برضو ماتشنج معاهم، فعملت كده وحطيت الفانوس والفتحه. حلو. حلو. وهي هديه على فكره لطيفه كذلك، اذا الواحد راح حب يروح زياره عند طبعاً. احد في رمضان. مش كل الناس دلوقتي بقت بتجيب سويتس، فعشان كده لازم طبعاً. يبقى في هدايا متنوعه في رمضان. اكيد. ايضا احنا شايفين هاي العلبه المميزه كذلك، اللي هو الهلال، هلال الشهر الفضيل، وهي اي ثينك علبه صح. ممكن بقى يتحط فيها سويتس برضو، ممكن يتحط فيها. حلو. هدايا. جميل. وايضا مصنوعه من القماش. حلو. كلها هاند ميد. بس هل يستغرق وقت وجهد للقيام بهذه الاعمال؟ لانها متقنه ما شاء الله، وكلها هاند ميد، فكم المده الزمنيه تقريبا اللي استغرقت لتقومين بمثلا تصميم علبه من هالنوع؟ لا دي بتاخد يوم تقريبا. يوم بس كام؟ طبعا دي انا بعمل التصميم، بس مش انا اللي بعرف اعمل. نعم. يعني لازم اديها لحد يعملها. اكيد اكيد حد مختص، ولكن التصميم طبعا من تصميمك. بالظبط. ايضا نشوف التري اللي موجوده هني، دي بلاكسي تري، وده برضو ديزاين يعني اسلامي شويه. برضو بيمشي في رمضان، هو والتانيه الزرقاء. حلو. ولونها ازرق طبعا. اليوم يعني لين ما خطي هاي التجربه، تجربه تصميم الهدايا والى اخره. انا ما كنتش مرتبه ان انا اخد بالضبط. اي تجارب. هاي فعلا يعني سبحان الله. كيف يت انا غاويه دايما ارسم وبعمل اي حاجه بايدي، يعني بحب استخدم هاويه للاعمال اليدويه. وبحب يعني البيت جدا، وان انا اوضب بيتي ويبقى في حاجات انا عاملاها بايدي. نعم. هي ابتدت كده، وابتديت اعمل حاجه، وابتدت الناس تقول لي الله حلوه، طب ايه ده، طب ما تعملي، طب ما تبتدي تبيعي. ابتديت عملت، ابتديت ابيع، بدوا الناس يشتروا مني، وبس بقيت سنه ونص ما شاء الله. صار لك سنه. يعني اللي لابستها ايضا من تصميمك؟ لا دي من تصميم واحده صاحبتي بحقيقه اسمها مروه، برضه مصممه. ايضا نحييها، لان فعلا الاشخاص يحبون الاعمال. ودي برضه من تصميم برضه واحده صاحبتي لاميا. ايضا تاليد. ايضا بعد نوجه لها تحيه، لان فعلا اشياء فعلا يبين ان فيها جهد وفيها ذوق وفيها ابداع. فعلا كذلك. فعلا ايش كثر مهم ان اليوم السيده يكون عندها هذا الابداع،
وشو الأشياء اللي تلهمتش اليوم بسنت يعني لين ما تأتين بهاي الأفكار؟ أنا طبعاً أكتر حاجة باينة قوي في كل تصميماتي إن أنا الطابع المصري. نعم. وفي نفس الوقت إن أنا بستخدم كلمات شوية مرحة فبيبان على طول، أول ما حد بيجيلي في معرض أو كده بيقولي أنت مصرية صح، باين من الكلام اللي أنت كتباه. نعم. أنا واضح. شو الكلمات مثلاً اللي مثلاً يا حلو صبح يا حلو طول، كلها حاجات من الكلمات الشعبية المستخدمة في الشارع المصري، رمضان جانا، أي حاجة فيها يعني مصريين عندهم كلمات. نعم. كتير صح ما شاء الله. نعم. بس انما غير كده انا مش مقتنع قوي ان انا يعني الحاجات اللي مكتوبه بالانجلش متوفره في كل حته والديزاينز البسيطه موجوده، انما العربي هو ده اللي مش موجود، مفقود في فهو نقص. ده اللي انا بصراحه بتميز بيه. حلو. اليوم المنتجات هاي طبعا وين تعرضينها؟ هل تقومين بمعارض مثلا معينه؟ بدخل في معارض كتير طول السنه، تقريبا بقالي سنه ونص ولغايه دلوقتي الحمد لله يعني الناس بتشجعني جامد وشايفين ان انا عامله مجهود جامد الحمد حلو. لله. الحمد لله. طبعا الاقبال انا مش ما بسالش عن الاقبال بشكل عام، وانا ما بسالش عن الاقبال من قبل الاشخاص اللي هم من الغرب او غير العرب. احنا نعرف ان خاصه هنا في اماره دبي تستهويهم اول شيء الخط العربي، تستهويهم المنتجات التي تحمل الطابع الشرقي بالظبط. كيف كان هما ما بيبقوش فاهمين قوي ايه ده، بس هما بيبقوا انترستد في الشكل وفي الالوان، يعني مثلا حاجه عليها طربوش بيشتروها، لو حاجه عليها مثلا مثل او حكمه او بيسالوني ده معناه ايه وبياخدوه. حلو حلو. بس هما فعلا بيحبوا الحاجات دي لانها مختلفه. بالظبط بالظبط. بيبقوا عايزين يعرفوا ايه اللي مكتوب ده معناه ايه. نعم. وبيبقوا عايزين يعرفوا انت عاملاها ازاي، يعني انت خدت منك وقت قد ايه. فعلا بيجي لي ناس اجانب كتير. حدثينا شوي عن الالوان الموجوده. الالوان ما شاء الله الوان شاين. انا الواني انا ما بحبش الالوان البيل. نعم. شفتي مثلا المخده هاي حابه انا اشوفها يعني اكثر، يعني لو نوجهها للكاميرا الالوان اللي اخترتيها هل هي الوان يعني من اختيارك؟ دي مش من اختياري. نعم. دي القماشه الخياميه المصري. حلو. دي بتستخدم دايما في المولد رمضان. والاشياء هاي الدينيه بالظبط. فدي حاجه يعني تراديشن، مش انا اللي عاملاها، انا يعني مستخدماها في الكاش. حلو. بس وفي بقيه تصميماتي، انما نعم. انا مش عاملاها طبعا. طبعا لا لا، بس ان الفكره يعني ايوه طبعا الوانها شايني. ايوه هي انا كل الالوان عامه بحب انها تبقى ظاهره عشان يبان فيها اي ديزاين معمول. حلو. يعني ايضا اليوم هل ممكن هالالوان هاي تناسب كل الاذواق وكل البيوت؟ الناس اللي مش. نعم. فعلا بيجي لي ناس بتقول لي انا سامبل قوي وعايز، انا عجباني حاجتك بس مش عايزه قوي الالوان الفاقعه، بقلل بقى لو هي مثلا هتكتب بس حاجه خلاص ما بحطش الوان تانية او بسالها، يعني حلو. انا بفرض رايي بس في نفس الوقت ببقى عارفه هي عايزه ايه فبضطر اغير واحنا الاثنين نوصل لحاجه مع بعض. حل وسط. بالزبط. الحل الوسط. اليوم يعني اللي تعتقدين بسنت انه يميز اعمالك عن غيرك، لان احنا نعرف اليوم ما شاء الله الكثير من السيدات بداوا فعلا بتوجه نحو خط الابداع في المنزل، ويمكن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر يعني منتجاتهم. بالزبط. فشو اللي حسيتيه او التمسيه انه فعلا ميز اعمالك وبالتالي قدرتي فعلا تنجحين في هذا الخط؟ هو طبعا انا ساعات بعمل حاجات ما يعني ما ينفعش تتكتب على يعني الناس واخده على حاجات تقليديه مثلا. نعم. ما ينفعش تكتبي حاجه معينه على الدايت، ما ينفعش تكتبي حاجات على البليتس ريليتد للدايت، كله بيكتب ان الاكل حلو وما تكتبيش يعني انا يعني لا تشجعينهم على الاكل بالظبط. نعم. فانا بعمل حاجات ما عنديش مثلا لا ما اكتبش حاجه ما في قواعد او حدود معينه بالظبط. انا بكتب اي حاجه عشان كده هم بيبقوا مبسوطين ان as long as انها حاجه مقبوله. أكيد. يعني اكيد لما لو حاجه مش مقبوله مش هتتكتب يعني. اكيد. وايضا هم عندهم يمكن جمل او كلمات معينه. أيوة طبعًا. ممكن ايضا أيوة تنفذيلهم العمل. أيوة هذا طبعًا. على طبعًا. الامور طبعا نحن يعني في شهر رمضان المبارك سعداء جدا باستقبالك، وايضا سعداء فعلا وعلينا وعليك يا رب، وسعداء كذلك بالالوان
اللي 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 فعلا منحتيها لنا اليوم في استوديو صباح الخير البي. كلمات تحب توجهينها طبعا لجميع من يتابعنا اليوم بمناسبه شهر رمضان المبارك؟ ولا حاجه، بس كل سنه وانتم طيبين وميرسي على الاستضافه، وطبعا بشكر كل الناس اللي شجعتني ان انا بقالي سنه ونص وان انا اطلع 3 مرات معاكم. دي حاجه كويسه جدا، معناها ان ده تشجيع كبير وان أكيد. الناس بتحب حاجتي وعجباهم. ان شاء الله الى الامام ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله. يا بسنت هشام شكرا جزيلا لك، وانت ايضا يعني صاحبه منايا جيفت ايدياز، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في مسيرتك الابداعيه. ميرسي. والى التقدم والامام والازدهار ان شاء الله. شكرا لك. اذا بهذه الالوان الزاهيه